بينما ننتظر ديلان باران مختلفاً عن الموسم الماضي، يبدو أننا نشاهد نهاية قصة مثل شاحنة ذات فرامل فارغة. أقام ديلان وباران حفل زفاف للمرة الثانية بعد أن قاما على طول الطريق في علاقتهما، وكانت النتيجة إخفاق تام. الآن هم أسوأ من ذي قبل. لقد كسرها رسمياً لإظهار أنه لم يشعر بأي شيء ضد ديلان باران. وضع ديلان في موقع سجين في باران مرة أخرى. في هذه الحالة ليست مشكلة سحب نظرة صبيحة دفعة واحدة، إنه لغز إلى متى ستستمر هذه الفوضى على هذا النحو. وما هو حول اقتحام غرفة نوم لأن لديك اللفة في يدك؟ إنه بالتأكيد حلم، فليكن كابوس ديلان، من فضلك احتفظ بها في دريا ولم يترك نهر الفرات. على الرغم من أن روز حزينة للغاية، إلا أنها تعرف كيف تحافظ على ذيلها مستقيما جيدا. يضع كلمات طيبة في نهر الفرات، كانت واحدة من المشاهد الجميلة عندما دعم جول وديلان بعضهما البعض. بدأنا زهور الدم في وضع مكعب الأعصاب هذا الموسم. دعونا نرى ما إذا كنا نستطيع تهدئة أكثر في القادم إبسودز. إن هذا القسم تستمر مطاردة الهروب. بينما كان ديلان يعيش حياة في السجن، كان عالقاً في الغرفة مرة أخرى كما كان من قبل. أخيراً جعل ديلان باران يكره نفسه. دعونا نرى متى هذا الحب التقاط حيث توقفت. بدأ كودريت في الحصول على بعض الأدلة حول من كانت صبيحة. سوف يتشكل مسار الحدث تدريجياً. ما زلنا لم نعتاد على هذا، أزاده. كما لو أن تلك المرأة الساحرة ستخرج منك في أي لحظة، لقد تحول إلى شخصية ساذجة لدرجة أن ديلان الخاص بي يتجول لأنه أيضاً ديلان. عندما حاول ديلان الهروب وجد نفسه على حافة الجرف. أخيراً قاموا بإحياء الوحش داخل أزاده. هل وافق أزاد على قرار وفاة ديلان؟ يحاول حسن تحقيق الحفل من خلال وصف هذه الفرصة. ديلان على حافة الهاوية، يقول ما هو استخدام العيش مثل هذا، ولا يحاول حتى الدفاع عن نفسه. من غير المعروف ما إذا كان باران أو أي شخص آخر سوف يلحق بالركب في اللحظة الأخيرة، لكن ديلان يمكن أن يسقط من جرف. من ناحية أخرى يستسلم باران لمشاعره. جلس ديلان فيه مثل كتلة. يعاني باران من خيبة أمل كبيرة، كلاهما كاد أن يموت بينما كانا على قيد الحياة. من ناحية أخرى صبيحة لا تعرف كيف تتوقف. إنه نوع من الهروب من خطة إلى أخرى. نظرة، ديلان لا يمكن أن يهرب من المنزل. قرر الاحتفاظ بها في المنزل. في المنزل سيستخدم ديلان كجاسوس للتدخل في شؤون باران. كلما شعرت باران بالطعن في الظهر، كلما حققت صبيحة طموحها. واستيقظ أزاده. لم يستطع تحمل أن ديلان كان يقوم بأعمال تجارية وراء ظهورهم. قرر أزاده العودة إلى جوهره. غضب غضبه على ديلان مرة أخرى. على أي حال لم نعتاد كثيراً على قلب أزاد القطني. منذ أن بدأ أزاده في إصدار صوته أيضاً، لقد عدنا للموسم مرة أخرى. نحن نذهب رسمياً اثنين إلى الأمام وواحد إلى الوراء في السلسلة. رائحة الوردة قذرة. عندما رأى ديلان صبيحة أصبح نمو عينيه واحداً. سيحاول جي أم إل معرفة سبب خوف ديلان من هذه المرأة. ربما إذا وضع القطع معاً يمكنه تحقيق النتيجة، لكن يبدو أن هذا الموضوع مستمر لفترة طويلة. أزاده وحسن يتعاونان. أزاد يسأل صديقاً للوقوف وراء باران كما عمه ضد العدو. صبيحة لم تمنح أزاده أي ثقة. لا يعرف أن ابنه يحفر أباره. حتى القدر أدار ظهره لدلان. حطم مصير دلان الأخير قلب أخته. عندما يقول دلان إن باران يكرهه، بدأ جميع أعضاء المنزل تقريباً يغضبون تدريجياً من دلان. نحن نخشى أنه حتى العالم والقوة سيتخذان موقفاً ضد دلان. سوف يعطي دلان اختباراً كبيراً مع رفض أحبائه. لكن روز لا تفكر مثل والدتها. يعتقد أيضاً أن هذه وظيفة أخرى في العمل. سمع باران محادثة ديلان الهاتفية. قبل أن أتمكن من الاستماع أكثر من ذلك بقليل، يبدأ في طلب حساب على الفور. من ناحية أخرى يركز أزاد على احتمال أن تكون ديلان متعاونة مع صبيحة. دخول ديلان المتكرر إلى غرفة الدراسة سيجذب الانتباه. سيكون باران أكثر انزعاجاً عندما يسمع أن ديلان قد فجر المعلومات. إنه لغز إلى متى ستستمر هذه الفوضى على هذا النحو. وما هو حول اقتحام غرفة نوم لأن لديك اللفة في يدك؟ إنه بالتأكيد حلم، فليكن كابوس ديلان، من فضلك احتفظ بها في دريا ولم يترك نهر الفرات. على الرغم من أن روز حزينة للغاية، إلا أنها تعرف كيف تحافظ على ذيلها مستقيما جيدا. يضع كلمات طيبة في نهر الفرات. كانت واحدة من المشاهد الجميلة عندما دعم جول وديلان بعضهما البعض. بدأنا زهور الدم في وضع مكعب الأعصاب هذا الموسم. دعونا نرى ما إذا كنا نستطيع تهدئة أكثر في القادم إبسودز. إن هذا القسم تستمر مطاردة الهروب. بينما كان ديلان يعيش حياة في السجن، كان عالقاً في الغرفة مرة أخرى كما كان من قبل. أخيراً جعل ديلان باران يكره نفسه. دعونا نرى
متى هذا الحب التقاط حيث توقفت؟ بدأ كودريت في الحصول على بعض الأدلة حول من كانت صبيحة. سوف يتشكل مسار الحدث تدريجياً. ما زلنا لم نعتاد على هذا، أزاده. كما لو أن تلك المرأة الساحرة ستخرج منك في أي لحظة، لقد تحول إلى شخصية ساذجة لدرجة أن ديلان الخاص بي يتجول لأنه أيضاً ديلان. عندما حاول ديلان الهروب وجد نفسه على حافة الجرف. أخيراً قاموا بإحياء الوحش داخل أزاده. هل وافق أزاد على قرار وفاة ديلان؟ يحاول حسن تحقيق الحفل من خلال وصف هذه الفرصة. ديلان على حافة الهاوية، يقول ما هو استخدام العيش مثل هذا، ولا يحاول حتى الدفاع عن نفسه. من غير المعروف ما إذا كان باران أو أي شخص آخر سوف يلحق بالركب في اللحظة الأخيرة، لكن ديلان يمكن أن يسقط من جرف. من ناحية أخرى يستسلم باران لمشاعره. جلس ديلان فيه مثل كتلة. يعاني باران من خيبة أمل كبيرة، كلاهما كاد أن يموت بينما كانا على قيد الحياة. من ناحية أخرى صبيحة لا تعرف كيف تتوقف. إنه نوع من الهروب من خطة إلى أخرى. نظرة، ديلان لا يمكن أن يهرب من المنزل. قرر الاحتفاظ بها في المنزل. في المنزل سيستخدم ديلان كجاسوس للتدخل في شؤون باران. كلما شعرت باران بالطعن في الظهر، كلما حققت صبيحة طموحها. واستيقظ أزاده. لم يستطع تحمل أن ديلان كان يقوم بأعمال تجارية وراء ظهورهم. قرر أزاده العودة إلى جوهره. غضب غضبه على ديلان مرة أخرى. على أي حال لم نعتاد كثيراً على قلب أزاد القطني. منذ أن بدأ أزاده في إصدار صوته أيضاً، لقد عدنا للموسم مرة أخرى. نحن نذهب رسمياً اثنين إلى الأمام وواحد إلى الوراء في السلسلة رائحة الوردة قذرة. عندما رأى ديلان صبيحة أصبح نمو عينيه واحداً. سيحاول جي أم إل معرفة سبب خوف ديلان من هذه المرأة. ربما إذا وضع القطع معاً يمكنه تحقيق النتيجة، لكن يبدو أن هذا الموضوع مستمر لفترة طويلة. أزاده وحسن يتعاونان. أزاد يسأل صديقاً للوقوف وراء باران كما عمه ضد العدو. صبيحة لم تمنح أزاده أي ثقة، لا يعرف أن ابنه يحفر أباره. حتى القدر أدار ظهره لديلان. حطم مصير ديلان الأخير قلب أخته. عندما يقول ديلان إن باران يكرهه، بدأ جميع أعضاء المنزل تقريباً يغضبون تدريجياً من ديلان. نحن نخشى أنه حتى العالم والقوة سيتخذان موقفاً ضد ديلان. سوف يعطي ديلان اختباراً كبيراً مع رفض أحبائه. لكن روز لا تفكر مثل والدتها، يعتقد أيضاً أن هذه وظيفة أخرى في العمل. سمع باران محادثة ديلان الهاتفية. قبل أن أتمكن من الاستماع أكثر من ذلك بقليل، يبدأ في طلب حساب على الفور. من ناحية أخرى يركز أزاد على احتمال أن تكون ديلان متعاونة مع صبيحة. دخول ديلان المتكرر إلى غرفة الدراسة سيجذب الانتباه. سيكون باران أكثر انزعاجاً عندما يسمع أن ديلان قد فجر المعلومات. سوف ديلان خيانة باران؟ لا باران ولا ديلان سعداء في النقطة التي تم التوصل إليها بعد كل التعذيب الذي ألحقه باران فقط حتى يتمكن من العيش. كلاهما مثل الموت الأحياء. ديلان باران لم يفعل ذلك فقط للابتعاد عن نفسه، حتى الأخت مصير تحولت بعيداً. ما تبقى هو القوة. ويلا ديلان إذا كسر قلبه أيضاً. يبدو أن شيئاً ما سيحدث، خاصة عند الإطلاق. لكننا مستعدون أيضاً للزاوية المقابلة. ربما لاحظ باران شيئاً ما ويختبر ديلان أو أي شخص آخر. سوف تستقر دريا في القصر. يبدأ امتحان كل من جول وديلان مع دريا قريباً. لم يستطع حسن ولا دريا الابتعاد عن هذا المنزل. عدد الأشرار يتزايد أيضاً أكثر فأكثر. إذا تم حل قضية صبيحة، يبدو أن عمل الشر سيبقى درياً. كيف أعجبك هذا القسم؟